الشقيقة وبرجع الشيخ أحمد الزبابة القاضي وتلهانا فوبيشيري فوبيشيري هاي ساوى سوف فوبيشيري وقاضي ويهموه سلعيتنا ويهموه الترجمة لبني تفسير وهموها وكتبوري إلى السعيد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ويتحقق العدل بين المخلوقين وجعل لهم خلفاء يخلفونهم في أممهم علما وعملا ليكونوا قدوة للعاملين ومنارا للسالكين وشهداء على العالمين. وهؤلاء الخلفاء هم العلماء الربانيون الذين اكتسبوا العلم ابتغاء وجه ربهم وربوا به الأمة علما وعملا فكانوا هدى مهتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين لا يعقبه أحد في الرسالة ورفاق العلماء فصاروا كالأنبياء في الهداية العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. watukufu wa jamali yiku wa hibata ya ikumur jihedi mtume sallallahu alayhi wa sallam ya mbukaya asfu salamu bainakum tahabu namrala ni salamu wibina hanyu gamjuha zana wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ikao hala wa Tanzania ujabaro yareshe nezize yedini hafu biziada zikazani mbizeni ukaya Sheikh Sharif waizi mchume wala zirabi wala kasumjue zilo ghaibuni lakin waiwali min awliya ila أوكايا يا الصحابة وجزمتم صلى الله عليه وسلم ورمي ولي هواجيب هوابي أوكايا ولي وإذا مريكاه يورم يزم حدر جيكا ويبن متجيعين يورم يزم حدر جوكا يبن متجيعين وخطوانا دم ولون خلالا يدكنا حرارا وخطوانا دم ولون حصوم يكا
حسيني برنامج قريب الشيدي يا القرآن رجاء أيوب حفظه الله بعدين درج الشيدية كلمة الشكر الشيخ محمود مدوهم القرآن الكريم فليتفضل المشهور وسبحوا